اليوم بنكمل عن الأسئلة، كيف بدنا نعمل أسئلة. مثال: يوغا is the best exercise. إذا بدي أسأل عن subject، عن الفاعل، بس بقيمه وبحط بداله question word، كلمة سؤال بتناسبه. يوغا هو التمرين الأفضل، بحط ماذا هو التمرين الأفضل. What is the best exercise. مثال تاني: coffee is better than tea. القهوة هي أفضل من الشاي. إذا بدي أقول شو هو أفضل من الشاي، إذا بدي أحكي عن السبجكت اللي هو كافي، بس بقيمة وبقول ماذا. What is better than tea. مثال تاني: ربا is her best friend. إذا ربا هي صديقتها المفضلة أو الأفضل. إذا بدي أسأل مين صديقتها المفضلة، بقيم subject ربا. Who is her best friend. مثال تاني: رنا wrote the book. رنا كتبت الكتاب. مين كتب الكتاب؟ Who wrote the book. دائما وقت اللي بدي أسأل بدي انتبه على شو بدي أسأل. أسهل شيء إنه وقت اللي بدي أسأل عن subject بقيمه وبحط أداة سؤال بتناسبه. وبس، شكراً اليوم.